ada tagina da intina richesse mishi manasara gabi wo ayima ada be tabita hasa amista kan iti simita nugara tugul hini da wadai akhar tasman nafsan nugara tugul hini da arab tasman nugara tugul hini da zakhawa tasman nugara tugul hini da ngambai hini da mishi yani anima libda be tabita wo be nasa lakin ما إن دينا بكان بس يلومينا ما أي ما سنة التشادين سيادة ليب كل كي عشان نشوفون قدمو ليب واي ولا نقدر نمشوف مسابقة هنا ليب في العالم ولا في الأفريق ولا في داخل تشاد كي أني ما سنة كنو مر وكد واي نخطو دا مسابقة هنا ليب عشان أني ما قبيلة يجي بليب حقا يقدم لخايد ناس كل كي استفو يقول في قبيلة هنا تشاد ليب كده نمر واي عشان يوم آخر يقدم لتشاد في دولة آخر يقدم لتشاد في المهرجان انترناسيونال في المهرجان العالمي يعني نقول داير نقول و بخدمة دا فضل في ناس ثلاثة ناس الثلاثة دا المحركين الثقافة مش البروموتور كيتشيلون دا الأول ناس والثاني كمان الوزراء عن الثقافة والرياضة والثالث كمان ذهب الحكومة الكبير لأنه حكومة وقع داخل كما جو رولو دقايد دا ما بيعرفه وإن الناس قروا خدموا بايب الكفوم في شارع عشان يمشوا في التشول السخافة عن التشاد دا في أي مقال في أي بكان يمرقوا عشان هو يشوف يقول قدموا لنا هو دا يجيس فوق القروس عشان الليب دا بتتطوير وأنباكر بقيمة لأسمانات يعني نسيمينا طول لسماوي اللي دونا قالوا المبوم دول مشوا في فستيفال انترناسيونال قدموا التشاد سرقة بدول مشوا في فستيفال انترناسيونال قدموا يعني ناس كتير مش ال 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 الفنان موسى شفير مشى في ألماني في بون شال كاس هنس خافين جافوا في جد وكده قالوا ما يدنا خبر لكن ناس عونوا في الحكومة التشادية بيان سيور ما مش الهسا واسا دا الكاد شنو دابا بلد جاي تويل السخافة زادت يالات مرقوا من الأعداد دخلوا في الانترنت دخلوا في الفيسبوك لو كان يكون شغل واي يوقفهم يرجم ورا يرجم ورا ده شنو الا الاعداد الا الارك هنا الاعداد وده الاعباد هنا الايال كلهم مسؤولين فوقها عشان اني نقدر نولدوا ايالات ما نجيبهم في دار برا نودهم فرنسا نودهم خارج عشان يمشوا يشوفوا ثقافه خارجيه ثقافه اخر او عندنا سخافة كده جاي في غروبنا في بكان جلودنا قاعدين يا رد ما يعرفوا يمشوا يعرفوا أنا نصارى قبال alors là c'est une grosse erreur c'est vraiment une grosse erreur ده خطأ كبير من أنين الأباء أنا الإياد والحكومة والوزير أنين كم حس يلزخوا على مرقو كتير من تو تور دو أمجرس جوفي أمجرس شاف حاجات كم ويكون لهم تاريخ كم سنوات قدام أنين النهاردة كجابوا لنا يقول أنين الدقاق جابوا لنا اللي مشي ده مشي ده مشي ده من كده من كده من كده ده كله نورمالمون اول يوم فتوح هنا المهرجان ده باب هنا الفيلاج ارتستيك ده يخلو فاتي عشان المهرجان للعالم سي بور لا بوبولاسيون سي بور اي كون امني لو فيستيفال ما ممكن يقفلوا لهم الباب يخلو لهم باب فاتي عشان يدخلوا يشوفوا حاجات ده في لبل امجرا سيني ده حاجات وادي مرغون برده انكون يلا وادي مالك يوشاف يوم واحد ما شافوا اللي شافوا في مهرجان ده كم كودو كان سيكون مي موي جي بيرسيادي اللي ذهب شاف وده خلوا لهم باب فاتي عشان يجوا على ديكوفرت مش غايب
شفت في اني ما ليب يعني تقول ان النجار تا عند الجنجا هذا، لكن جنجا النجار ال امبرسيوني انا بزياده ده يعني في الصناعه انا الانسترومنت يعني في صناعه انا النجارات ذاتها كيف مش النجار هنا قران عندهم نجار وايد ناس تنين قد في نجار وايد بس لكن جاي يجيب لك صوت شيك مش في نجار هنا قران جاي نارو كيدي قران ناد موي هو بس قد في نجار ده جاي يخني في وداي كمان ترى ناس تنين قد دوب مرة جاي تخني وناس قد يلعبوا في هنا جنبي تلقى نجار دوجا قريب ثلاثة قبل التوال ثلاثة وانت كان شغالك كي قاعد تسمعك قاعد تشوف الصوت واي جي جاي يجيب لك ناس جاي يلعبوا انا شغل الاجباني في ليب حقينا كله ده اني ما ليب انا تشادين ده الما جاي يلعب بكتف كي شيا عرب كله يلعب بكتف قران كله يلعب بكتف جنبي كله يلعب بكتف كتير جاي يلعب بكتف و ليب هنا تشادين الما جاي نطت كل شيء يعني معناتها كلنا ناس واي في الثقافة جينا كلنا واي يا الجاي فارقنا ده الإقليمات واللغة والترجمة كان ما كده طبيعة حقنا ثقافة حقنا ده كله واحد في الفستيفال عندا شوف الشيك في الفستيفال هني هسا شفت ده اللي ليب جنبي كان ما كده كله جاي شاب كله جاي شاب بالمقارة هنا بالخنية هنا بالليب كله جاي شاب لكن في الفستيفال ده كفى الشيك ما لباس أنا ده تلقى ناس أنا جنبي جنوب الناس أنا تبري ناس قرنا هم من كل جو لكن هم عندما قاعدين هني تابوم تبيع أنا هني شيء كم ما كان شغل كل واي الجاي فارقهم ده الصوت هنا النجارة والليب ليب كلا الجاي فارق كتير قال لباس أنا الليب ده جاي فارق لكن الليب باللزمة ما عنده فرق بزيادة أنا شفت كده كلنا الناس ماشيين كلنا واحد كلنا واحد بس التبية قاعد شيك 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 معناتها مش كان قاعد في دار كانمبو يا تقول قاعد شيفة مش الليبة هنقول عادي إيش نورمال ده بس حق يا تقول قاعد شيفة الليبة نورمال هنقول إيش نورمال إيش أنت ما تعرف آخر حقك ده بس تشيفة مش الليب عادي لكن أنا قاعد شيفة مش ما وريتها كلنا ده ثقافة جينا واحد ثقافة جينا واحد لأنه تشيفا نجار هنا عرب نجار هنا قران كيدي هنا قران ما ليب هنا زخاوة ده سي لو ميم تيمبو سي لو ميم تيمبو سي لو ميم سون سي لو ميم ريتم الفريق ده الخيني اللغة والترجمة كما ما كده كلنا واحد مش ما وريتها قران قالوا بابا كتف كي الجنبايت كله قالوا بابا كتف سي لو ميم شوز كتير هنا ليب هنا تشات ناس ينوتو يجرو ويرى بابا كتفهم سي لو ميم شوز الإيدنتيتي تشادين هنا 40 ولا تقريبا 35 سنوات فات ده في إيدنتيتي تشادين ده شنو هو الحربة كان انت مشيت بين كل قلت انت تشاتي ليه يقول ده نزل سيادة دواس ده الإيدنتيتي تشادين وقت ده خليني بلشو خلاص وقت تم للإيدنتيتي تشادين يعني بداخل تشادية سخاف سخافية هي توا فدلة ما نادم ما ناسين ده التشادين كفى يقوم بجهودهم عشان واي ويقولوا قليل الايدنتيتي كلتيرال تشادين ده نقدمه خلاص لكن انا ممكن تم ممكن انا الايدنتيتي انا العرب ده فات هسه انا قاعدين في الثقافه بيبيشي جينا قاعد نتطور في اي حاجه لكن اتفضل ورا ما متطور ده الا الثقافه وقت تم خلي التشادين من اي مكان من اي مكان من الحكومه مش القانون ولا من اي مكان بس شغل واي في اننا افريقيين والتشادين بالنسبة
عندنا الثقافة كلمة ما كتب، لأنه كان أول كتب ده نادم ما يخلي، لأنه فيه مش النصارى، لكن أنا أقول لك كلمة كان ما جاي جنب جدك خلاص كان مادة ومشى بحق. وأنينا مهرجين الثقافة كما دخلنا في البتشاد الداخل في الكداج مرقنا الثقافات ده ناس يا ده المال هنا الثقافة ده يوم كان مشوا ده يمشوا برزق نام ده في دينه بمالهم ده معام، لأنه ما كتب قبل ما يمشوا ده خلي أنينا نمشي نشوف منهم نكسبوا منهم نكسبوا عن كيف في المرجانات مش ده في الملمع الثقافي خلاص هم نجي يمرقوا نكسبوا فوقها. والفنانين الجداد الجاي جاي يقلبوا الفن الجديد ما هنا الاعداد هم كل يكسبوا فوقها. والحكومه كمان بدمنه يعني البنك دي دوني بدمنه كالكبار يقود خاص للتاريخ وكدا تم. وكان تشاهدين جاي يرجو بتندا سبا اتر تار يكون تار عشان شنو الماسكين هذول هم كل هسه قاعدين مش الحرايه الجايه قاعدين كده في الدهور في الدهور خلاص، لكن كان وقف التان ما نقدر نشوف. ما فوق اوركستر مودرن ما فوق ميوزيسيان ما فوق ولا انسترومنت مودرن انا الاعداد سبيسيال. وفيستيفال انا الاعداد ده انا مش اللي شغال في التلفزيون لما انا ما كثير في فيستيفالات شيك شيك وده كل شغل جاي ودير ده شنو ماشي غاني ريبيري يعني ماشي نشيف نقدر نكسب بليب وايد ولا نكسب بليب تنين ولا عشان اني ما سنه نتوير فوق الفيستيفال هكذا. فيستيفال هكذا هنا الموسيقى والدانس تراديشنال تشاديين نقول كيف في حاليا دا انا عندي 5 ايديشن خلاص ديسمبر الفدا سويت 5 ايديشن 5 ايديشن غدا في اني ما سنا جاي نلوم 6 ريجون 6 ريجون دا السنه كشيت ريجون دا سنه اخر شي ريجون اخر شي لكن البيج لينا غاسي بزياده مش لسه الوم انا جيت لي دا شفت باندال شفت من قلبه بكتفه من دم جوكو في راسه ده شفت شفت تاني الليب هنا تخوى قا يجرو يقوف يجرو ده في درنا كله في جاي نادو مند بكرم جنبي جاي نادو مند ما راح تجري كيت على جراجي تقول يلا شو ده جاي نوسا خوى جينا وايد مش ليب نفردون ده نقدر نوديم في جنوب هناك ما كلام يمشي يا ربو يمشي شوف تبيه أنا ناس هناك كيف ده وايد تاني هجا انتم زخاوة قادي هناك مولودين هناك كبروا هناك ما يرفوا لي بنفرده ما شافوا في لكن ما شافوا ده الفايدة عن الفستيفالات كان مشوا هناك ده يالاد يشوفوا لي بنام بس هناك ما قاعد يلاقوا يمشوا يشوفوا لي بنام قبل وهم من القمو هنا يمشوا يشوفوا ناس كيف عايشين هناك ده التاني قبل التالي السخاف عن الليب ذاتها نقدر نشوفه نقدر نخدم سوا الليب ده ما ليب وين قاعد يشافوا في تريد الو انا عندي 5 سنه جالسين السوبر ده قاعد نقوم فوق السوبر شنو السوبر بكشيش بروش ما جاي بمر عندنا شركات واحد اثنين جاي صار وبورصه جاي تونا ده حس تقوم من امجر سيني تودي سخافه ناس لاعبين 20 ناد مو يكلف كم ترانسفورت قبل تلقى ناس 20 تركبهم تودهم تاكلهم تشربهم ترتيب بيت نومو مش لاسه سولينا هنا ده كله ماشي قدرة فيه هنا سودا ما في أكلونا شربونا وده تودي ناس هناك ترجيم أو بس هي كده ناس أنا هناك يدورون يشوفوا مش لأننا جيني شبنا ده أنا كان نقدر نودينا نودي بس في دو جروب عن 2016 كان نقدر نودينا دو جروب نودي لكن الوزراء أنا سخافة أنكو
يكون ما جاي شيف ما ماذا الناس جاي شيف ما جاي شيف ما نعرف ما ممكن قاعدين ندخل بروس فيل فيستيفال أنا المودرن فيستيفال أنا كونتامبورين دولا حقنا كل السماء مرقنا ده كونتامبورين يدينا فوق شنوانينا حقنا يا وقاعد جاي فيلو بركادي جاي فيلو بالحجر جاي فيلو بالشنياكا جاي فيلو بالشدر dans le Tchad profond nous avons nos cultures qui sont cachées là-bas nous avons des grands artistes tout le monde a bidin d'arrêt arrosir Hanan Sakhafa comme ma maragam da la moche nous de contemporain alors Michel Gagne au Rukura à l'indi festival Semta Douada Michel da Annie Masana Gaï Sili Gaï Lumanas Lakin Choubat Hagga Kachir ou Anna Jitine da Jit Gadam ta le bon occidental y a la culture Ngambay ou Jit n'y repérer لكن العرب قاعد يقول شوف الحين ده ما بقتل الخزانة جدني شيء شادين أنا جاد القادم في جاد داخل أنا ما عندنا أي رزق الفات الثقافة ما في أي رزق الفات الثقافة ما في هسا قلنا عندنا رزق حقنا بترول 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 كمل تمنا كل واقع تمنا أنا الثقافة حقنا ما بقى أنا كان دورني تشكم الثقافة حقنا ده واحد 20 مليون تشكم كان دورنا ننتظر ناد مجان ننتظر التشادين ما بلابو بالثقافة ما بلابو بحاجة عن الأعداد خليني سو فريق من الدين والأعداد خليني سو فريق ما نقولو أعداد هجينا كل حوان نخلو إشان نكذبو بالدين لا ما نقولو كده عندنا أعداد ما بد أرى الدين في عندنا أعداد البد أرى الدين كله في النار مقاعد دوري فتش ديري أنا الله أقرى خلي ما يدخل في أعداد البد أرى الدين عندنا أعداد ما بشي شيء في دين كله في الأعداد دي ده ما نخلهم يجو ما نخلهم يجو كان نادم بس ما عند الثقافة ده ومش نادم ودر مش شدر بلا إيري مش العلم ما عند الطريقة يعني هو أميان نادم كما عند الثقافة زول أميان ما عند الدريب إلى دبوسوري نصارى قايو إلى دراسيني إلى نبادا ما عند روحه كما عند الأعداد هذا خليت شادين بقول لي يعلم عندنا أعداد يكون بولد جيبه في داري والصفة هكذا قالوا له لا شغل انت دا كان قاتل سيدا ما تسلي دخلي أبا عشان الله ده قبل كل شيء سيدا بوركم سا الله هو قبل كل شيء بس شغل كان يدارك من ربك دا خلي لكن كان ما يوديرك من إلقك دا يبقى دي بروبلم المسكين الرزق حنا التشادين الثقافة والعادات ده هتسكر جو هراي جا خلاص واجي هم مش الهراي الواجي يعني ما تلقى سبي خلاص كله من الشياب وأمر فيه العرب بيقول كان الدنيا خلاتها كلها أمر ما بيخليك ألو هم أمورهم خلاص زاد فتيجي ماشين يجو قبال ما يجو ده خلينا نمشي نفتشهم نشيلوا منهم رزق ده نحطنا ضمنهم كان بحكومة كان بأنينا التشادين مهرجين الثقافة بالوزير هنا الثقافة كل خلينا دمونه حتى هم يجوا يفضل لي إيالي